السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتين للكابتن محمد مجدي قفشة، رسالة قصيرة. كان بإيدك تخلص الماتش، بس انت اخترت تخلص على نفسك، لان انت دماغك مش في الملعب، انت دماغك مع وكيلك، عايز تمشي، عايز تحترف، عايز تطلع، عايز مش عارف ايه كل الكلام ده. وخلي بالك انت لما تمشي من النادي الاهلي، احنا مش هنقفل النادي، كنا قفلناه بعد كابتن الخطيب والكابتن ابو تريكة، الناس العظماء دي. وبرضو خلي بالك احنا مش هنعيش عمرنا كله وتاريخنا كله على جون القضية. وعايز اقول لحضرتك على حاجة ولسان جميع جمهور النادي الاهلي، تقريبا رصيدك اللي عند جمهور النادي الاهلي نفذ، واحنا ما بقاش عندنا الامكانية ولا المقدرة ان احنا واحنا بنتفرج نركب ذنوب. فبعد اذن حضرتك، انت عارف فين مكتب الكابتن سيد عبد الحفيظ، هتروح له وتقول له يا كابتن انا عايز امشي، وهو مرحب واحنا برضو مرحبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.